الشيخ حازم الكيلاني، اهلا بيك معنا مره ثانيه. شرفتني يا مساء. احنا دلوقتي على مشارف شهر رمضان العظيم ان شاء الله، فالحلقه النهارده ان شاء الله هنعملها عن فضل الصوم وشهر رمضان والعبادات وفتاوى الصيام. طيب في البدايه ممكن تعرفنا فضل شهر رمضان وفضل عباده الصوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا هذا الشهر الكريم هو من شهور الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل الشهور، والله سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمنة على بعض، ففضل رمضان على غيره من الشهور، وفضل العشر في ذي الحجة على غيرها من الأيام، وفضل ساعات الليل الأخيرة على ما سواها من أوقات اليوم والليلة، ففضل بعض الأزمنة على بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فهناك نفحات في الأزمنة المختلفة ينبغي على الإنسان المسلم أن يتعرض لها ما استطاع إلى ذلك سبيل. كذلك أيضا فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأشخاص على بعض، وهكذا. فالمسلم دائما يحرص على الأوقات المفضلة وعلى زيارة الأماكن المفضلة وما إلى ذلك. هذا الشهر في الحقيقة له فضائل كثيرة، واختص بكثير من الأعمال الصالحة التي يعني لا توجد مجتمعة هكذا إلا في هذا الشهر. فهذا الشهر هو الزمن الذي افترض فيه الصوم، يعني الأركان الإسلامي المعروفة خمسة، بني الإسلام على خمس، منها الصوم، هذا ركن أساسي من أركان الإسلام. فهذا الصوم زمنه هو شهر رمضان. أيضا هذا الشهر اختص بأنه شهر نزول القرآن، ومن ثم يعني من المستحب فيه ومن الأعمال الفاضلة فيه أن يحاول الإنسان أن يختم القرآن فيه مرة على الأقل أو عدة مرات، ويسن كذلك ختم القرآن في صلاة التراويح. فهذا الشهر من خصائصه أنه نزل فيه القرآن، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كذلك أيضا اختص هذا الشهر بأنه فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وهذه العبادة فيها تساوي عبادة 80 عاما، يعني إذا أو ما يقارب من هذا، كما قال الله تعالى: خير من ألف شهر. وهذه الليلة على الأرجح من الأقوال أنها في شهر رمضان. طبعا هناك بعض العارفين ذكروا أنها يعني تنتقل في طوال العام، يعني قد تكون في رمضان وقد تكون في غير رمضان، كالإمام مثلا محي الدين العربي وغيره من العلماء العارفين بالله، فقد تأتي في غير رمضان، ولكن الأغلب أنها تأتي في رمضان. ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نلتمسها في رمضان، لأنها أكثر ما تكون في رمضان، يعني حتى على القول بأنها تأتي في غير رمضان يعني ليست ثابتة في غير رمضان، وإنما تتنقل، فقد تأتي في عام قبله وقد تأتي في أثنائه. فإذا يعني اعتبرنا نظرية الاحتمالات، فالاحتمال الأكبر أن تكون في رمضان، ثم في داخل هذا الاحتمال أن تكون في العشر الأخير من رمضان، ثم في داخل هذا الاحتمال أن تكون في الوتر من العشر الأخير من رمضان، ثم في داخل هذا الاحتمال أن تكون في ليلة 25 أو في ليلة 27 من رمضان. فلذلك الإنسان اللي يعني ينبغي أن يلتمسها طوال العام. ثم إيه الحكمة؟ معلش أنا آسف قطعت حضرتك، إيه الحكمة أنها مخفية يعني والناس ما مش عارفة يعني؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم أريها ثم تلاحى رجلان فأنسيها، فلعل هذا يعني وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، لعل هذه اللفتة منه صلى الله عليه وسلم تبين لنا يعني خطورة التلاحي والخصام واللجج في الخصومة وما إلى ذلك. فهذه لفتة في الموضوع. الأمر الآخر بأنه إخفاؤها يجعل الناس يجتهدون في طلبها يعني طوال العام على القول الذي ذكرناه أولا، أو طوال شهر رمضان، أو على الأقل في العشر الأخير من رمضان، فإخفاؤها يحثهم على الاجتهاد في طلبها. أما لو عرف موعدها فالناس ربما تتكاسل في كل الأوقات، ولا يعني تنشط فقط إلا في هذه الليلة.
فإذا هذا الشهر أيضا يختص بوجود ليلة القدر وهي من خصائص هذا الشهر ولا توجد في غيره. كذلك أيضا هذا الشهر تفتح فيه كما ورد في الحديث تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. فأثر الشيطان على الإنسان يقل في هذا الشهر. وفتح أبواب الجنان أي فتح أسبابها، يعني تفتح أبواب الأعمال الصالحة التي هي سبب للجنة، وتغلق أبواب الأعمال الشريرة والطالحة، فهذا غلق أبواب أبواب النيران. ثم أيضا فيه أنه يعني من تقرب إلى الله فيه بخصلة من خصال الخير كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن تقرب إلى الله فيه بفريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، يعني السنة للرواتب الصدقات اللي هي النوافل وما إلى ذلك، إذا فعلها الإنسان في هذا الشهر يساب عليها ثواب الفرض الذي هو أكبر من ثواب النفل. وإذا فعل الإنسان الفريضة في هذا الشهر فإن ثوابها بمقدار 70 فريضة فيما سواه. فلذلك أيضا فيه مثلا سنة الاعتكاف وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه صلاة التراويح وهي أيضا سنة خاصة بهذا الشهر، فهو مستودع للفضائل ومخزن الخيرات ينبغي على الإنسان أنه يعني يسارع في اغتنامها حتى يعني يخرج منه أفضل مما دخل فيه. ولذلك ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يقسمون عامهم ما بين توديع للشهر وانتظار له في العام القادم، يعني كان عامهم كله رمضان إما فيه أو في توديعه أو في انتظاره يستعدون له ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم إياه. نعم. طيب لو حبينا باختصار نعرف الصوم، إيه هو الصوم؟ الصوم كما ذكره العلماء هو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات في وقت مخصوص بنية من أهله، الإمساك عن الطعام والشراب في وقت مخصوص اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بهذا بداية الصوم من طلوع الفجر. ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل اللي هو الغروب، يعني بداية الليل الغروب، يبقى هو الإمساك عن الطعام والشراب والشرب، يبقى لابد من الإمساك. ولذلك إذا أكل الإنسان أو شرب أو ابتلع شيئا يتنافى مع الإمساك لا يكون صائما. ثم هو هنا أنا بيحضرني سؤال تاني، هو يعني حضرتك بتقول من طلوع الشمس حتى المغرب، طب احنا عندنا بنقول الإمساك هو ايه؟ الإمساك في وقت مخصوص، يعني في التعريف الإمساك في وقت مخصوص اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ايه فائدة هذا في تعريف الصوم؟ انه لو قد يمسك الإنسان ولكن يمسك ساعة أو يمسك ساعتين أو يمسك 10 ساعات. لا أنا بتكلم على بلاد مثلا زي مثلا القطب الشمالي أو ألاسكا أو فيها عدد ساعات النهار صحيح بالعشرين ساعة تصل إلى 20 أكثر من هذا. طب ده إيه؟ هو في الحقيقة إحنا بنقول إن وقت الصوم هو من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الأصل في الأمر. إنما إذا كان الإنسان في مكان عدد ساعات النهار فيه يعني طويلة بحيث يشق معها الصوم، فهناك اتجاهان في الفقه. الاتجاه الأول وهو أنه يعني حيث شق عليه الصوم فهو من أصحاب الأعذار الذين يجوز لهم الفطر إذا لم يستطيعوا الصوم، ثم بعد ذلك عليه أن يقضي يوما أو أيام الأيام التي أفطرها، يعني إذا مثلا رجع إلى بلد أخرى النهار فيها معتدل أو في أيام أخرى من العام يكون الوقت معتدلا فيقضي الأيام التي أفطرها في يعني الأيام الأخرى أو في الأماكن الأخرى التي يسهل معها الصوم، يبقى يجوز له في هذه الحالة إذا طال يعني إذا طالت عدد ساعات النهار بحيث أنه يشق عليه الصوم جدا يعني مشقة فوق المعتاد فيجوز له أن يفطر ثم يقضي إذا استطاع بعد ذلك القضاء، أو إذا لم يستطع القضاء في طول عمره فيخرج فدية عن كل يوم يخرج طعام المسكين. فهذا اتجاه. في فتوى يعني ذكرها العلماء وتبنتها دار الإفتاء المصرية بأنه إذا كانت عدد الساعات الصوم في بلد من البلاد يعني 18 ساعة أو أكثر، يعني 18 ساعة أو أكثر 19 20 وهكذا، فإن الإنسان يصوم بعدد ساعات الصوم في مكة المكرمة، يعني نحسب
عدد الساعات في مكة المكرمة مثلا نجد مثلا أنها 16 ساعة. فالإنسان يبدأ في هذه البلاد، يبدأ صومه مع فجر بلده، يعني مع فجر البلد التي هو فيه، ولكن لا ينتظر إلى غروب الشمس، بل يفطر بعد مرور عدد ساعات مكة المكرمة. بعض الفقهاء قالوا عدد ساعات أقرب البلاد الإسلامية إليه، ولكن هذا أمر يعني قد يكون من الصعوبة بمكان. فالأسهل وما عليه الأفضلية هو أن يصوم بعدد ساعات مكة المكرمة، ولكن بشرط أن يبدأ الصوم من أول الفجر في البلد التي هو موجود فيها. وهذا يعني له أصل في حديث متعلقة بقيام الساعة وتغيير الأوقات، يعني بنى العلماء اجتهادهم على ذلك. نعم. فإحنا قلنا اللي هو الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة في وقت مخصوص، اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع الاستثناء الذي ذكرناه بالنسبة لأهل البلاد الذين يطول عندهم عدد ساعات النهار، مع نية من أهلها. يعني لابد الإمساك هذا يكون في الوقت مع وجود النية من أهلها. أولا كلمة من أهلها، لأن في إنسان ليس أهلا للنية، كالصبي الصغير الذي لا يعقل، طفل عنده مثلا سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة ولا يعقل، فهذا لو حصل منه الإمساك طول الوقت لا يكون صائم. إنسان مثلا في حالة جنون، هذا أيضا ليس من أهل النية. إنسان أغمي عليه، فاليوم اللي هو أغمي عليه فيه صومه فيه صحيح، لأنه نوى، يعني إذا نوى مثلا من الليل وبدأ الصوم ثم حصل له إغماء في وسط النهار، فهذا وطبعا الإغماء ما أدلوش أي حاجة أكلها ولا شربها لغاية المغرب، يبقى صوم اليوم ده صحيح. لكن اليوم اللي بعده لو ظل في غيبوبة أو في الإغماء لا يكون صائما، لأنه لم ينو. لا يعني معنى كده حضرتك بتقول إن اللي أنا فهمته إن النية لازم تكون يوميا، يعني أنا كل يوم الفجر قبل الفجر أنوي إن أنا صايم بكرة. نعم. أنوي إن أنا بس في ناس في المقابل اللي أعرفهم إن هما بينوا صيام الشهر كامل. طيب هو في أول الشهر. تمام. هو طبعا يعني إحنا بنقول يعني قبل أن نجيب عن هذا السؤال، النية من أهلها يعني معناها إن في هناك أناس ليسوا من أهل النية لفقدان العقل، اللي هو يعني محل التمييز. طيب النية هذه هل تكفي نية؟ السؤال اللي حضرتك بتسأله، هل تكفي نية واحدة في بداية الشهر عن كل الأيام، ولا لا لابد من النية في كل يعني ليلة، يعني مع كل يوم لابد من نية مخصوصة؟ هو الحقيقة العلماء اختلفوا في هذه المسألة. فالإمام مالك يجيز نية واحدة تجزئ عن الشهر كله، ولكن بقية الأئمة يعني يجعلون الصوم عبادات، يعني الإمام مالك يعتبر الشهر كأنه عبادة واحدة فتكفي فيها نية واحدة. أما بقية الفقهاء فاعتبروا أن الصوم في كل يوم هو عبادة مستقلة عن التي قبلها، كمن يصلي مثلا ظهرا في يوم وظهرا في يوم آخر، فهذه عبادة وتلك عبادة، لا تكفي نية واحدة عن الظهرين، بل لابد لهذا من نية ولهذا من نية. فقالوا أيضا أيام الصوم ولو في الشهر الواحد كل يوم منها عبادة مستقلة، فيحتاج إلى نية مستقلة. ومن ثم الأولى والأحوط هو الأخذ بهذا الرأي، وهو أن ينوي الإنسان يعني في يعني لكل يوم نية مخصوصة. وبعدين النية لا يشترط فيها التلفظ، يعني لو تلفظ وقال نويت أن أصوم غدا مثلا أو كذا، فهذا جائز. لو نوى هذا بقلبه هذا جائز، مجرد أنه يضبط المنبه للقيام إلى وقت السحور أو يأتي بطعام السحور ويجهزه، هذا منه استعداد وقصد ونية لأن يصوم اليوم. يعني يصعب أن الإنسان لا ينوي، يعني الغالب أن الإنسان بأي إجراء من الإجراءات بينوي، وهذه هي النية المطلوبة في كل يوم. طيب لو واحد نوى يفطر بس ما فطرش، يعني مثلا جه الساعة 10 الصبح قال انا مش قادر اكمل النهارده، انا هروح ادور على اي مطعم كراوات ولا حاجه اجيب لي منه سندوتش واكل وخلاص على كده النهارده وبعوضه بعد كده، مشى ما لقاش حد يبيع اكل، كبر دماغه او ما فطرش وكمل صيامه كده، يتحسب له يوم ولا ما؟ هو طبعا احنا يعني اذا نوى الصوم، احنا برضو نريد ان احنا نوضح ما هو وقت النية، يعني تكملة للسؤال السابق. وقت النية متى يكون وقت النية؟ الحقيقة ان النية بتبدأ من الليل. يعني مثلا اذا انا هصوم
يوم 10 رمضان، يبقى نية 10 رمضان بتبدأ من بداية ليلة 10 اللي هو مع غروب شمس يوم 9، فده كده وقت يعني الشروع في النية. يعني لو هو نوى قبل الغروب من يوم 9 ثم نام طوال الليل، يعني نوى في يوم 9 قبل الغروب ثم نام أو أغمي عليه من قبل غروب يوم 9 لغاية لما استيقظ في يوم 10، يعني في ظهر يوم العاشر، فهذا لم ينوي، هذا إيه؟ لم ينوي الصيام أصلا. لأن بداية النية تكون مع الليل، يعني مع بداية الليل اليوم اللي أنا هصوم فيه، فمثلا يوم 10 ليلته تبقى اللي هي من غروب يوم 9. فإذا ده وقت الشروع في النية، لو شرع قبل هذا ثم لم يجدد النية بعد هذا لا يكون إيه؟ صائم. فوقت الشروع من الغروب الشمس اليوم السابق. طيب إلى متى؟ عنده بقى من الغروب يوم 9 والعشاء يوم 9 والساعة 12 بالليل يوم 9 وفجر يوم 9، كل ده يوم ممكن ينوي الإيه؟ الصوم. حتى بعد الفجر في صوم رمضان ممكن برضو لو ما كانش نوى بالليل، يعني لو نام من المغرب للفجر وصحي بعد الفجر بساعة ممكن ينوي برضو رمضان، بشرط ألا يكون قد أكل طبعا بعد الفجر. لغاية إمتى؟ العلماء قالوا إلى منتصف النهار، يعني عنده وقت النية بيبدأ من غروب اليوم السابق لغاية منتصف الإيه؟ النهار. يمكن أنه يشرع في نية رمضان، في نية صوم رمضان أو حتى في الصوم النفل ما بين هذا وإيه وذاك، بخلاف الصوم اللي هو مش نفل ومش رمضان، يعني زي قضاء رمضان مثلا على أيام من رمضان، هنا النية لابد أن تكون قبل الفجر، يعني لو فات الفجر ولم أنوي لا ما ينفعش خلاص، ممكن أصوم نفل لكن ما يبقاش قضاء رمضان إلا إذا كانت النية قبل الفجر. لو أنا علي نذر مثلا أن أنا أصوم يوم لابد النية تكون قبل الفجر، ده في الواجبات الأخرى غير رمضان. إنما في النوافل وفي رمضان النية ممكن تمتد إلى منتصف النهار، يعني لغاية مثلا قبل الظهر تقريبا بساعة، يعني نحسب من الفجر للمغرب قد إيه ونشوف نصف عدد الساعات ده، يبقى هو ده أخيرها هو وقت الشروع في الإيه؟ في النية. يبقى النية بتبدأ من المغرب في اليوم السابق إلى منتصف النهار في اليوم اللي أنا هصوم فيه. إذا نويت في أي وقت من هذه الأوقات مع الإمساك من الفجر طبعا، يبقى أنا هكذا إيه؟ صائم. طيب هنا السؤال بقى اللي حضرتك بتسأله، لو واحد وهو صام خلاص وشرع في الصوم وجي الساعة 9 الصبح نوى الإيه؟ الإفطار. طبعا هو لا يجوز له أصلا أن ينوي هذا إلا إذا كان عنده عذر، يعني واحد نوى الإفطار بلا عذر يبقى هذا يعني يأسم إن أفطر، ولا يجوز له أصلا أن ينوي هذه الإيه؟ النية. لكن قد يكون عنده عذر يبيح له الفطر فنوى الإفطار، يعني جاله مرض أو جاله كذا ونوى أنه هو إيه؟ يفطر، ثم لما راح يبحث عن الإيه؟ الطعام، فتح الإيه؟ التلاجة، لقى الأولاد مخلصين صينية الكنافة وشاربين الشوربة ومخلصين الخشاف ومفيش ولا حاجة خالص في التلاجة، فقال إيه؟ أنا هفطر بقى على إيه؟ أكمل صوم أحسن، لان مش مفيش مثلا غير ايه حته جبنه كده بايته بقى لها 3 اسابيع وشويه ميه، فقال انا هفطر على دول، يعني لا خليني ايه خليني صايم احسن. تمام كده، يبقى هو نوى ايه؟ نوى الفطر. لكن هل افطر فعلا؟ يعني هل تناول طعاما؟ لا لم يتناول طعاما ولم يفعل شيئا من المفطرات، يبقى صومه صحيح. يبقى اذا نيه الفطر لا تجعل الانسان مفطرا ما لم يتناول يعني شيئا حقيقه. تمام. طيب هنرجع تاني الموضوع برضو النية عشان في أسئلة كتير. واحد نام ونسى ان هو ينوي، تمام، وقام الصبح صايم، هل يجوز له الصيام كده هوت؟ ما احنا بقى دي طبعا السؤال، يعني اولا طبعا احنا برضو عايزين نقول المقصود بالنية ايه. يعني ما هو المقصود بالنية؟ النية يعني امران، النية في هو ان يصوم وأن ينوي هذا الصوم عن رمضان، يعني في نيتان، أصل النية وتعيين الإيه؟ وتعيين النية. فالمطلوب في رمضان أصل النية فقط، يعني مش بالضرورة أنه لما ينوي يقول نويته عن رمضان، لكن ينوي الصوم. وقلنا أن النية تكون بالإيه؟ بالقلب، وقلنا أن وقتها من غروب الشمس إلى منتصف النهار. فالسؤال اللي حضرتك بتسأله أنه هو هل لو لم ينوي مثلا من الليل، نام طول الليل وما نواش واستيقظ في الصباح، هل يجوز له أن ينوي أو لا يجوز؟ هل إذا نوى يعني يبقى فعلا شرع في الصوم وصومه صحيح أو ليس صحيحا؟ الجواب كما قلنا، إذا كان قبل منتصف النهار يبقى صومه صحيح، يعني إذا نام مثلا طول الليل بس استيقظ الساعة 7 الصبح، الساعة 8، الساعة 9 الصبح فنوى الصوم في هذا الوقت يبقى صومه صحيح.
بل هو واجب علي إلا إذا كان صاحب عذر. أما إذا فات نصف النهار ولم ينوي لا في أثناء هذا النهار ولا في الليل الذي سبقه، يبقى هو في هذه الحالة صومه إيه؟ صومه باطل، إلا على مذهب الإمام مالك كما ذكرنا إذا كان نوى يعني في أول الإيه الشهر. لكن على مذهب الجمهور صومه باطل، لكن عليه أن يمسك بقية يومه، يعني مش يقول أنا فاطر خلاص يقعد يجيب كل الأكل ويأكله، لا، ده عليه أن يمسك بقية يومه احتراما للإيه؟ للشهر، ولكن يقضي يوما بعد رمضان مكان اليوم الذي هو مفطر. طيب النسيان، واحد صايم نسى انه صايم وراح اكل او شرب او اتعصب وتنرفز وراح مولع شبهي كراوت وراح مولع سيجاره وهو صايم، ايه حلها او ايه فتوى؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اكل او شرب نسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا النسيان يعني حكمه أن صومه صحيح، وأنه يعني ليس عليه القضاء لأن صومه صحيح كما ذكر. وطبعا الحديث قيد بالأكل والشرب، ولكن العلماء يعني توسعوا وقال بأنه لو تناول أي مفطر من المفطرات على سبيل النسيان يعني لا يتذكر أنه صائم. وهذا يحصل كثيرا في بدايات الشهر، الإنسان معتاد أنه له عادات معينة، مثلا قد يكون بعض الناس لهم عادات يستيقظوا مثلا في الصباح فيأخذوا مثلا شيئا من يشربه أو يشعلوا مثلا سيجارة وهكذا، يعني فيفعل هذا في أول رمضان أو في تاني يوم رمضان ناسيا أنه إيه صائم. فهذا صومه صحيح، وليس فقط في خصوص إذا فعل هذا بالأكل والشرب، بل بأي مفطر من المفطرات إذا كان ناسيا أنه في رمضان أو أنه صائم فصومه صحيح ويكمله ولا شيء. طيب لو قاعد أنا مثلا وقبل المغرب بشوية كده هوت وجا في ودني صوت أذان وفطرت، أو مثلا بتفرج على التلفزيون منتظر الأذان وكنت حاطط قناة غلط أو إذاعة غلط وأذنت بلد غير البلد، محافظة غير المحافظة اللي أنا فيها وفطرت، تمام، إيه حكمها؟ هنا يعني ده يعني لو حط وترجمنا له أو نضع له عنوان أنا أقول حكمه صيامي من أخطأ، يعني من أفطر مخطئ. يعني السؤال السابق حكمه من أكل أو شرب إيه؟ ناسيا. ممكن نترجم لهذا السؤال حكم من أكل أو شرب مخطئاً. مخطئاً دي بتشمل الصور اللي حضرتك ذكرتها، أن هو مثلاً ظن غروب الشمس بأي طريقة بقى سامع الأذان في التلفزيون بس غير البلد اللي هو، أو ممكن المؤذن في المسجد أحياناً يعني يخطئ في الأذان ويؤذن قبل الإيه الوقت، فهو اعتمد على هذا وتناول الطعام والشراب، أو في مكان مثلاً نائي ما فيش فيه أذان ولا حاجة لكن وجد الإيه يعني في غيوم في السماء فظن غروب الإيه الشمس، أو استيقظ يعني في يعني بعد الفجر ورأى مثلا الليل ما زال باقيا، يعني ظلمة الليل ما زالت باقية فظن أن الفجر لم يطلع فتناول السحور، وبعدين هو بيتناول السحور سمع الإقامة الصلاة مثلا في المسجد فتبين له أن هو إيه أن هو يعني تناول الطعام بعد الفجر، فدي كلها تدخل. أو مثلا بيتمضمض وهو صايم فالمية اتبلعت، أو بتذوق الطعام وهي بتطبخ فأكلت الطعام يعني اتبلع غصبا عنها، كل ده يدخل تحت بند إيه؟ من أفطر مخطئا، يعني من تناول الطعام أو الشراب إيه؟ مخطئا. إيه حكمه؟ أولا من حيث الإثم لا إثم عليه، من حيث صحة الصوم صومه باطل، يعني بطل صومه في هذا الإيه اليوم، يعني لا يكون صومه صحيحا، لأن العلماء لم يقيسوه على الناس، لأنه الناس يعني ورد فيه حكم على خلاف القواعد العامة أو كما يسميه الأصوليون على خلاف القياس. وفي قاعدة أصولية بتقول إن الثابت على خلاف القياس عليه غيره لا يقاس، يعني لو في شيء من الأحكام الشرعية ثبت على خلاف القياس، هو القياس إيه أو القاعدة إيه؟ إن لو أكل أو شرب نسيان المفروض إنه يكون مفطرا، لأن إحنا عرفنا الصوم بأن هو الإمساك عن الطعام والشراب. طب هو لو أكل أو شرب نسيان الإمساك ده مش موجود، فالمفروض إن الصوم يبطل، ولكن ورد الحديث بعدم بطلان ذلك الصوم، فيبقى هذا الحديث الحكم الشرعي اللي فيه ثابت على وفق القواعد ولا على خلافها، على خلاف القواعد العامة وقواعد القياس. فالعلماء قالوا ما ثبت على خلاف القياس عليه غيره لا يقاس، يعني لا نقيس على الناس المخطئ مثلا، لا نقيس هذا على ذلك، بل يبقى المخطئ
على الحكم العام أو على سنن القياس كما يقول العلماء. فمن أفطر مخطئا فهو أو من أكل طعاما أو شرابا أو جامع زوجته مثلا وهو ناس أنه في رمضان فهو مفطر، ولكن لا إثم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما فيش إثم ولكن هو مفطر. طب إيه اللي بيترتب على أنه مفطر؟ يترتب عليه أنه هو يقضي يوما مكان اليوم، يعني إذا انتهى رمضان عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. والأمر الآخر كما ذكرنا أيضا في سؤال سابق، عليه أن يمسك بقية يومه، يعني مش يقول أنا فطرت بقى خلاص يلا نكمل، لا، عليه أن يمسك بقية يومه احتراما يعني للشهر ألا تنتهك حرمة الشهر. نعم تمام. طيب، واحد جنب أو جامع مراته بالليل ونام وملحقش ياخد أو يتطهر من الجنابة اللي هو فيها وأذن الفجر عليه أو صحى الصبح وهو جنب، هل يكمل الصيام ولا صيامه كده؟ طبعاً يجب عليه أن يكمل، لأن الصوم ليس من شروطه الطهارة، هي الطهارة مطلوبة للصلاة وللنظافة العامة طبعاً يعني بصفة عامة، لكن بالنسبة للعبادات الطهارة مطلوبة للصلاة، فلا تصح صلاة بلا طهارة من الحدثين الأصغر أو الأكبر أو حتى طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، لكن الطهارة ليست مطلوبة لصحة الصوم. فلذلك من أصبح جنبا صومه صحيح ولا يعني يبطل صومه أبدا بالجناب، إنما يبطل الصوم بالإنزال بعد الفجر، يعني لو أنه جامع بعد الفجر أو استمنى بعد الفجر فهذا يبطل صومه بالإنزال، ولكن لا يبطل بأنه مثلا حصل الإنزال منه قبل الفجر ثم أصبح من غير أن يغتسل. في برضو سؤال مرتبط بكده، أن لو أن إنسان يجامع زوجته وطلع الفجر أثناء الجماع عليه أن ينزع فورا، يعني وإذا أكمل يكون مفطرا. فإذا نحن نتكلم عن الإنزال بعد الفجر ده مفطر، لكن الإنزال قبل الفجر أو الجماع قبل الفجر ثم لم يغتسل وطلع عليه الفجر وهو ما زال على جنابته فصومه صحيح، ولكن عليه طبعا أن يغتسل ليصلي، وإلا يعني إذا لم يصلي كان آثما بعدم الصلاة، ولكن حتى لو آثم بعدم الصلاة صومه صحيح. يعني كالمرأة التي مثلا لا تغطي شعرها أمام الأجانب عنها، يعني أمام من تجب يعني أمامهم ستر العورة، فهذه صومها صحيح ولكن هي آثمة بترك ما أمرها الله سبحانه وتعالى بفعله. إنسان مثلا يرتكب محرما في ليلة رمضان أو في نهار رمضان صومه صحيح ولكن عليه إثم ارتكبه من المحرمات. نعم. طيب، لو شخص جامع زوجته في نهار رمضان، نعم، تحصل كتير قوي ما بين العرسان والعرايس حاجات كده، نعم، ايه ما هو طبعا يعني رمضان له حرمة ينبغي للمسلم ان هو يحفظ هذه الحرمة، فلا يتعمد ان يفطر في يعني نهار رمضان ابدا، يعني لا يليق هذا بالمسلم، ولكن يعني الاسلام دين السماحة يعني والسماحة لها جوانب، منها جانب التعامل مع المخطئ حتى ولو كان خطأه كبيرا، الإسلام لا يجلده ولا يسد أمامه باب الرجوع بل يفتح له أبواب الرجوع على مصاريعها كما يقولون، فهذا من سماحة الإسلام ومن واقعيته أنه يراعي الغريزة البشرية والفطرة البشرية فيضع لها قواعد تضبط الغريزة، ولكن يتصور أن يخرج الإنسان عن هذه الضوابط الشرعية فحينئذ تجد في الإسلام حلا لهذا الخروج عن الضوابط الشرعية، فمن هذه الضوابط الشرعية ألا يتعمد الإنسان الفطرة في رمضان من غير عذر، قد يفطر بالطعام والشراب من غير عذر، قد يفطر بالجماع، قد يفطر بغير هذا. لو أفطر بالجماع في رمضان أو بالأكل أو بالشرب فهذا طبعا هذه معصية كبيرة ينبغي عليه أولا أن يتوب منها، والتوبة أنه يندم عن يعني عن هذا الذي صدر منه. الأمر الآخر، يجب عليه قضاء الأيام التي أفطر فيها وأيضا يجب عليها ذلك. الأمر الثالث، يجب عليه أن يكفر عن هذا الذنب بأن يصوم 60 يوما متتابعة بعد رمضان،
ولابد فيها من التتابع. يعني 60 يوم دول لليوم الواحد ولا 60 يوم كفارة عن كل اللي عمله؟ الكفارات تتداخل، يعني لو ارتكب الذنب مثلا عدة أيام في رمضان فيكفر عنها تكفيرا واحدا بعد رمضان، لكن لو ارتكب ذنبا مثلا كهذا في رمضان وكفر عنه ثم ارتكب بعد ذلك في رمضان التالي ذنبا اخر يبقى لابد له من كفاره الإيمان. لا ده انا يعني اقصد الكفارات مثلا في نفس رمضان خمس ست ايام ورا بعض عمل الموضوع ده، يصوم 6 في 60 يبقى 360 يوم. لا يصوم فقط 60 يوم الكفاره بتاعته، اولا يقضي هذه الايام السته وبعدين ويقضيها متفرقه، يعني يشترط فيها التتابع، ثم عليه كفاره ان يصوم 60 يوما. طب ان لم يستطع يبقى يطعم 60 مسكين. 60 يوما متتابعا ولا برضه 60 يوم وكل يومين ثلاثه يصوم يوم؟ لا بالنسبه للكفاره لابد فيها من التتابع. ده لدرجه ان هو لو صام 59 يوما وافطر في اليوم 60 ينبغي ان يعيد منها. طيب اذا لم يستطع الكفاره لاي سبب من الاسباب، يعني لا يستطيع الصوم، يبقى عليه ان يطعم 60 مسكينا. فان لم يستطع كان فقيرا لا يستطيع ضعيفا لا يستطيع الصوم ولا يستطيع الاطعام تسقط عنه الكفاره الى ان يستطيع. وفي حدث طبعا ان في اعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت يا رسول الله، فقال ما اهلكك؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء له بعزق من تمر، يعني جاء له بتمر يكفي طعام 60 مسكينا، قال اذهب فتصدق به. يعني النبي جاب له الحل يعني. تمام. فالراجل برضو يعني ما كفوش اللي هو عمله ان هو معوش ولا خصلة، قال له على النبي قال له تصدق به يعني على الفقراء. فالراجل قال له على افقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يعني ما بين طرفي المدينة احوج الى هذا الطعام منا. يعني هو كمان عايز يقول ياخد التمرة لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحك حتى بدت نواجذه وقال اذهب فاطعمه اهلك. فهذا يعني شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ويسر الإسلام، يعني وصل إلى الآن. إحنا لو ذهبنا لأحد الناس الذين يتصدرون للفتوى وسألته عن شيء كهذا ربما ألقمك حجرا أو ضربك بالسيف، إن سألته مثل هذا السؤال أقول لك أغرب عن وجهي وأنا يعني أحل لك المشكلة وأنت تريد أن تأخذ. إنما قارن بها بين هذا وبين تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من أكل أو شرب أو جامع في رمضان متعمدا عليه القضاء وعليه الكفارة وعليه التوبة. لا أنا السؤال بقى من ناحية تانية، الزوجة بقى موقعها ايه؟ يعني هل برضو هنا اختلف الفقهاء الفقهاء بعضهم قال انه ايضا عليها الكفارة، اولا هي ارتكبت ايضا اسما وعليها القضاء ده لا خلاف فيه، ولكن هل ايضا عليها الكفارة او لا؟ بعضهم قال عليها الكفارة مطلقا، وبعضهم قال الكفارة على الزوج فقط، وبعضهم فصل وهذا ما أميل إليه ما بين إذا كانت مكرهة أو يعني مختارة، إذا كانت مختارة ومطاوعة له فعليها الكفارة، أما إذا يعني أكبرها وبالقوة على هذا فعليها القضاء دون الكفارة. تمام. نعم. في نهاية حلقتنا الجزء الأول منها بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وإن شاء الله لنا حلقة تانية نستكمل فيها الأسئلة بتاعتنا.